كابتن صفوت، كمان سئل عن اغرب موقف كان له في مباراه الاهلي والاتحاد، نفكر حضراتكم قال ايه وقتها. مره كنت لعبوا نادي اتحاد سكندري في اسكندريه، ايه اللي حصل يا كابتن صفوت؟ ده كان يوم ربنا ربنا من يوميها بالليل المطره مطرت جامد، كنا بنسافر بنسافر ساعتها بالقطر مش عربيه، يعني مفيش حاجه اسمها اتوبيس سياحي وبتاع. فمن بالليل المطره كانت في نوه في اسكندريه فتمطر من بالليل لغايه تاني يوم الظهر. وانتم ماتشاتكم كلها الساعه 3؟ الساعه 3. فراح فتح نسير كان مساعد الدكوتي جه راح الملعب وجه، كانت الحته اللي قدام الجول مليانه ميه. كانت فتح نسير كان مساعد الدكوتي في ذاك الوقت؟ ده كان صغير قوي يا كابتن ساعتها صح؟ سنة 77 78 حاجة زي كده، كان صغير في السن. هو دلوقتي كابتن فتحي طبعا هو مدير فني لاتحاد الكرة المصري. فجه قال الماتش مش هيتلعب، قال لكم كده خلاص. الساعة 11 جه جالكم قال له مفيش ماتش؟ الساعة 12 11 قال الماتش مش هيتلعب. فخلاص بقى عملتوا ايه انتوا؟ بقى ايه دكوتي قال خلاص مش لازم ياكلوا دلوقتي، ياكلوا الساعة 12. وبعت ناس تحجز السينما من 3 ل 6 ان انتوا ترفعوا عن نفسيكوا شويه. خلاص ما لا ما هتقعد طول اليوم تعمل ايه؟ فاكر كنت هتخشوا فيلم ايه يا كابتن ولا مش لا فاكر؟ لا كان فيلم عربي ولا اجنبي؟ لا اجنبي يعني. تمام. فالفرقه خرجت بره مود الماتش. خلاص. الحاجه اللي اتضحك بقى مصطفى يونس ومصطفى عبده ابتدوا يلعبوا مصارعه. كابتن مصطفى يونس والكابتن مصطفى عبده لبسوا مايوهات. لا والله. وانتوا عملتوا دايره؟ عملنا حلقه ذكر كده دايره واللعيبه تنزل. لا والله. قعدوا تسقف كلها مجموعه ضربوا بعض يعني. مين ضرب التاني طيب؟ كابتن مصطفى كان طويل. كابتن مصطفى عبده كان اطول من كابتن مصطفى. كابتن مصطفى عصب وناشف. المهم الساعه 2 الا ربع لقينا فتحي نصير جاي وش احمر ومزنهر وقال لك محمود عثمان، كابتن محمود عثمان كان هو الحكم. جه وشاف قال هاجي طارة بيت رمل ورش الحته دي وهلعب الماتش. لا والله. خلاص. الساعه 2 الا ربع ما كناش كلنا والماتش الساعه 3. حاجات ما كانت بتحصل مش منطقيه زمان. لما يبقى في قرار بالغاء المباراه لا يا خلاص تتلغي لو ما فيش قرار، يعني ما ينفعش ارجع تاني. ما اعرفش هو جاب القرار من ايه. طبعا زرجن وقعد يلعب بالايطالي وبالمجري قعد جايبه، كان ساعتها الله يرحمه فؤاد شعبان موجود. كانت سنه كام ده كابتن؟ 77. كنت جايبه. كنت انت من اكبر لعيبه الفرقه اعتقد. كان حسن حمدي. كابتن حسن. قلت له هتزعل مش هتزعل، الماتش هيتلعب. فزي ايه مش هيعمل حاجه. احنا لازم الساعه دي نلحق نلم اللعيبه تاني. وقعد بقى زرجن وبيزرجن لعبتوا الماتش؟ لعبنا الماتش كسبنا 2-1. مين اللي جاب الاجوان بقى؟ عبد العليم زكريا ومحمد عامر. اعتقد الكابتن عبد العليم زكريا نجح في انتخابات مجلس الشعب في الفيوم. نجح يعني هو وكابتن محمد عامر طبعا. وكان كابتن طارق الجلاد باين رئيس. طارق الجلاد هو اللي جاب الجون فينا بايده. بايده؟ ازاي بقى جابه ازاي بايده يا كابتن؟ طبعا ما فيش كاميرات ولا تحكيم زي دلوقتي ولا حاجه بتبين حاجه. هو 100% محمود عثمان ما شافهاش. يعني انا بقولها دلوقتي ما شافهاش. لان مش عملها كده ولا كده. ده عملها كده زي اللي بيلعب سماتش في الفولي. والمساعد الحكم ما شافهاش؟ لا مساعد الحكم شافها بس هو دبس محمود عثمان لانه كان واقف وراه جمهور الاتحاد كله. خاف من جمهور الاتحاد؟ الكابتن انا فاكره الكابتن حسين فهمي. بس كابتن حسين معروف عنه ان هو يعني راح محمود لما اتلمينا عليه محمود عثمان ولعب الاحتجاج جامد هو حس ان حاجه غلط. لا الفرقه كلها بتعترض فحس ان الفرح واخدنا ورحنا لمين؟ لحسين فهمي. قال له ايه جون دي ولا مش جون؟ فحسين فهمي دبسه قال له انت حسبتها جون انا مالي. انت حسبتها جون انا مالي. فهيقول مش جون هيتقطع من جمهور الاتحاد.